وفي موسم الحر الحرائق تصبح احتمالا واردا، فهل نحن جاهزون؟ لطالما تميز لبنان بجمال طبيعته، بس سنة ورا سنة عم بيخسر لبنان شي من خضاره، وكل موسم حار بيمر بياكل جزء من الغابات بسبب الحرائق. اليوم لبنان بيوقع على شرق البحر الأبيض، حوض البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي طبيعته ومناخه بخلوه انه يكون معرض اكثر للحرائق. هلا شو نوع الحرائق عندنا اياها بلبنان؟ هي حرائق كلها بسبب الانسان، ما عندنا حرائق طبيعيه بتبلش لوحدها. خلال الفتره الممتده بين العامين 2001 و2023، وبحسب موقع جلوبال فورست ووتش، خسر لبنان اكثر من 6400 هكتار من الغطاء الشجري. لهالسبب أطلق وزير البيئة بحكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين النسخة الثالثة للحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات تحت شعار حريق بالناقص. السنة اللي عم نقوم فيه هو بالتعاون مع الهيئات العلمية بلبنان تحديد أحوال الطقس المتطرفة والسيناريوهات المتوقعة هذا الموسم. حاليا نحن بدورنا بالتعاون مع البنك الدولي حصلنا على هبة العلاقة بحرائق الغابات، وخاصة بالمناطق الأكثر عرضة. هذه المناطق رح نقدر نساعد كل الهيئات اللي موجودة، دفاع مدني، مستجيب أول، حراس الأحراج، لجان المحميات محل موجودة لتعزز جهوزيتها. The total budget is about $3.5 million, and for the local level activities including all the equipment we will invest about $2.6 million. الوقاية ضرورية، بس الأساسي تجهيز أجهزة الإطفاء بالمعدات للقيام بمهامهم. عم نتكل على مساعدات اللي عم تجينا كدونيشنز من برا، عم نتكل على بدلات مستعملة وقديمة المعدات كمان يلي صار لنا نحن عنا آلياتنا من سنة 2000، آخر مرة اشترينا آليات جديدة. اليوم من الضروري الحفاظ على الطبيعة والشجر، بس الأهم الحفاظ على البشر يلي مستعدين يضحوا بحياتهم لمسيرتهم التطوعية.